ليه عامل دايت؟ لانه شوي نصحان. قديش زايد وزنك؟ صراحه في شي 7 كيلو. اف 7 كيلو من شو هدول؟ من الجانك فود، من الاكل الجاهز. هلا يمكن ما كان كتير واضح للناس زياده وزنه من خلال الصور او بالحفلات، بس هو كان عارف هالشي. او شكله نصيف ندم بعد ما اعترف لي انه نصحان. بتضحني اني انا نصحان خير. لا مانك نصحان على فكره. يا جماعه البيجا ما تبعيته هي اللي متخنته خلص. لا هلا يعني ما عنده هو الزلمه، هيك ما عنده نافشه، ما عنده كرش بديش لحق.